السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما مع كنترول جمعية جوهرة سباتة وضمن مسابقة مدينة أرغنا عند الأبطال والطنديم الباسل هدي، والإنجاز الكبير داخل هذه المسابقة ناحية مدينة ماسة ناحية مدينة أكادير وتحت لواء عصبة الدار البيضاء الثقافية. شوفوا البطل ديالنا كيفاش شادوا المسابقة وكيفاش كان الإعلان ديالكم في هذه المسابقة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كنشكرك السي بلعيد على هذه الزيارة، كنشكر المكتب ديال الجوهرة، واحد الشكر الجزيل الصراحة، لأن تيديروا واحد المجهودات اللي هي كبيرة، من السي صلاح حتى الدري اللي تيمد الكربونة صراحة، يعني واحد المجهودات جبارة تيديروها في الجمعية، والناس اللي تيبداو يهضروا تنقول لهم زيدوا لقدام وبينوا لينا داك الشيء اللي عندكم. كنشكروا العصبة على المجهودات اللي تيديروا حتى هما. الحمد لله الطلقه ديال اركانا هذه راه الحمد لله، واخا دازت شويه صعيبه لكن حميمه دخلوا الحمد لله. كل الاجواء ديالها كانت ممطره من ناحيه الشتاء. لان سبحان الله جا الحمام الاول جا فاز، الحمام اللي جا من بعد جا شويه، انا شفت سبحان الله ما عرفناش الطريقه شنو فيها، لكن الدار البيضاء كما شافوا الاخوان راه كان فيها الشتاء، والشتاء اللي هي كبيره داكشي اللي كان تبارك الله. وهذه الحمامه كما كتشاهدوا معنا الاخوان، الحمامه المعلنه عند الابطال ديالنا الباسل هدي ضمن مسابقه مدينه أرغنا، لدرجه الاجواء ديالها شتويه وممطره والله يسخر. والتوقيت اللي اعلنوا به الابطال ديالنا توقيت جيد، التوقيت ديال الاعلان ديالكم 45 و26 ثانيه. تبارك الله. 45 و26 ثانيه. والحمامه منين جات دخلات هيك ما لا سبحان الله ما عطلاش الوقت ولا شيء، ما تضيعش الوقت، سبحان الله جات ديريكت للمدخل، ديريكت فوق الكونستاتور دخلت. تبارك الله. مع الشتا سبحان الله هزيتها شي ثلاثه د النوبات نعرفها غير شكون هي. لان الحمامه فازقه بالكليه. بالكليه ما عرفتش الحمامه. ومن بعد حتى عرفت شكون هي. انتبهت للسيري ديال الباك هو اللي بين لي الحمامه شكون هي. واخا قبل ما نرجعوا عندك غادي ناخذوا كلمه عند البطل ديالنا خالد الرصادي اللي غيتكلمنا اكثر على الابطال ديالنا. السلام عليكم ورحمه الله. احنا دائما مع الحدث، وكيف كنقول ديما كنوجه الشكر الجزيل للاخ بلعيد المتاكي الناطق الرسمي لعصبه الدار البيضاء الثقافيه، والشكر موصول على جميع الاخوان وكاع اللي كيشاهدوا هذا الفيديو هذا، وكنباركوا الاخ رشيد الباسل والاخ هدي من هذا المنبر هذا بهذه المسابقه تبارك الله ديال أرغنا اللي دازت صعيبه شويه وكانت ممطره، وتوفقوا تبارك الله حرزوا على الرتبه الثانيه جوهرة سباتة، ورتبة مشرفة داخل العصبة الثقافية، راه عندهم حتى الدبلوم في العصبة 19 العصبة الثقافية. نعم، ومرة أخرى كنباركوا لهم وكنوب على جميع الإخوان المسيرين ديال المكتب المسير ديال جوهرة سباتة اللي ما حضرش معنا، حضر معنا الحاج يشاع أمير المال، ومرة أخرى كنباركوا لهم وكنتمناو لهم إن شاء الله ونرجو من الله عز وجل المزيد من العطاء والتألق، وراه بينوا العلو والكعب ديالهم تبارك الله في هذه المسابقة. وسط أبطال كبار داخل مدينة الدار البيضاء. بطبيعة الحال الرتبة 19 في العصبة الثقافية، راه معروفين الجمعيات اللي كاينين تبارك الله داخل العصبة الثقافية، راه ما شاء الله. وكنباركوا لهم مرة أخرى رشيد الباسل وهدي خالد. تبارك الله على السي هدي. تبارك الله عليهم. مبروك عليك. وشوفوا الرد ديال امين المال جمعيه جوهره سباتة الاخ الحاج اليشاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الاخ بلعيد بزاف على هذه المجهودات اللي تيدير اللي تيقوم بها في الدار البيضاء، ونشكروا جميع الاعضاء ديال جوهره سباتة، ونشكروا الاخ الباسل مباركولي على هذا الانجاز اللي دار في أرغنا، انجاز مشرف داخل كازا الرتبه 19. الرتبة 19 وفي جمعية جوهرة سباتة الرتبة الثانية. مباركوا ليه ونعاودوا نباركوا ليه، ومبروك عليك مبروك عليك مبروك عليك. الله عليك اخويا. ونشوفوا البطل ديالنا الحمامة، إذا كان ممكن تعطينا يعني ملي كتنحدر السلالة، إذا كان ممكن. أييه مرحبا على الرسول. بالنسبة للأم ديالها، الأم ديال بنتوها هي اللي دارت الراس في الاتحاد الوطني 2015 في مينتانو. مين تانوت تبارك الله، اللي دارت برومية للاتحاد. امها اييه. وباها ديال الاخ بوشعيب بن شريفه كاين في البرنوصي هيرمانز كوستر فان لون.
بالون الحمام الاول اللي دخل البرج طهال ديال الهيرمانز ديال الهيرمانز الحمام ديال الدوميفو الهيرمانز ديال الدوميفو لقيتو مع النتوه ديالي بروميير في الاتحاد عطاوني جوج نتاوي الصديق ديالي عطيتو الاخت ديالها وانا خليت عندي هذه اختها دارت عنده دوزيام سبيجون في الجره بيتس ديكلاريا في ارغانا في العصبه ديال السطات لانه هو تيلعب في العصبه ديال السطات ديال وادي الدان ديكلارا بها في ارغانا تقريبا نفس الرتبه في العصبه نفس الكيلومتراج وهادي عاوتاني في ارغانا في الجمعيه ديال الجواره حتى هي راه بحال اختار تبدات المسائل ديالها راه السلاله الجيده ديما كتعطي الحمام الجيد ماشي كاينه تيقولوا واحد المثال مصري تيقول لك ابن الايوزي عوام يلا يتزاد تلوحو في الماء غادي يمشي راه فيها حتى السلاله هكاك الله اللي كتجي لها هاد الحمامه سبحان الله العظيم وانا عارف انني نضيعها لان انا درت تخصص ديال المسافه وبقات عندي هاد النتوه الوحيده اللي تتلعب اللي فيها شويه ديال الجره شويه الجره ديال جميع المنطلق اللي بدينا حتى المنطلق ديال المسا اول حمامه اعلن بها في جميع المسابقات هي هذه تبارك الله جميع المسابقات من المنطلق الاول حتى المنطلق ديال المسا اول حمامه تنزل عندي في جميع المسابقات هي هذه ديما هي الاولى ديما ريغلي ديما تبارك الله اللهم بارك قلتي ما ضرب الراس في ميتانو في ميتانو الاتحاد الوطني 2015 والسلاله ديال بريمير ميتانو السلاله ديالها بلاجكا ايغاري بلاجكا ايغاري صافي ما عرفتش تبارك الله والاب ديالها راه قال لك لا هذاك الاخر سمعناها ديال برج طه بالون بالنسبه للخاتم ديالها ديال بوشعيب بن شريفه من شريفه ديال البرنوصي 51 2844 2017 نعم الحمامه عندها ملاجه ياك الاخ سميتو اللي فات عندها جوج دبلومات في سيدي عثمان بجمعيه السلام جمعيه السلام سيدي عثمان وهذا العام عاوتاني هي الحمد لله راه كتاكد على الحضور ديالها داخل عصبه الدار البيضاء الثقافيه وايضا داخل جمعيه جوهره السباته وتنقول انني مضيعها لان تنعاملها التعامل ديال الحمام بالمسافه اييه ما تنعاملهاش التعامل ديال الحمام ديال الجره باش انها تجري فتاخذ رابيل على شهر وزياد تبارك الله يعني ماشي هذاك التعامل اللي خص الحمام ديال الجره يقدر يكون موافق هذه القضيه اللي قلت يقدر يكون موافقه بحال والو لانه كان شويه ديال الاخر تزيد في البوان ديالها يعني تختار تتعامل معها تعامل الاخر تديكلاري في المسابقه تبارك الله وشحال من حمامه ديتي في هذه المسابقه ديال الارغانو تقريبا ديت 27 حمامه اي وشو بشحال توصلتي 25 وجوج مجوج جوج مجوج هي لحد الان ياك لحد الان مجوج يقدر يجيو مازال غير ما يتشدوش من القراصنه ومن القنص العشوائي الله يهديهم امين من هذا المنبر الله يهديهم الله يهديهم شي تحيه غتقدمها للاصدقاء ديالك والاخوان ديالك اللي كتعرف تنوجه تحيه للسي خالد الطونديب ديالي هدي هدي تنوجه تحيه وتنوجه تحيه لابو شعيب بن شريفه برنوصي لانه الاب ديالو صديق ديالي بزاف يعني بحال الاخوه انا وياه واخا عرفنا الحمام الحمد لله حمامو حمامي وحمامي حمام كتعرفوا قبل من الولاع ياك تعرفنا بالولاع ولكن بقات بيناتنا واحد الصداقه سبحان الله عجيبه والدراري ديال البرنوصي تنوجه لهم تحيه كاملين الحلوي والشاعر السي حسن الشاعري الدراري ديال فاس سي مصطفى بن الماس والسياسي نيت الطالب كنتمنوا ليه الشفاء العاجل تهبس من رجلو مسكين وعلى المولى وعلى الباس وجميع الماليه اللي تعرفونا تنقدموا لهم تحيه كبيره والله يجزيك بخير اسيدي العاجل الله يحفظك اخويا ومبروك عليكم مره ثانيه اخ خالد اخ اليشاعي هادشي اللي توصلنا به كما شاهدتوا معنا الاخوان عمليه الكونترول ضمن مسابقه مدينه ارغانا وتحت لواء